إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدء، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، ففي التقوى زيادة النعم ودفع النقم. أيها الإخوة والأخوات، ولعلنا رجل يدوم أربع سيدات مقاشين عنوانك محاضرة دومانتا وحاويا تربية الأبناء بربارنتا وبدك. فإن النعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، إلهي النعموين كيسا لما ترنكرو لما نكوبكرو نعموين كاسكو هو وين وغنا موقضنا وحاويا نعمة الأبناء وعرورتا نعمة عرورتا إلهي أوسيوه هو يدا يا أبها. قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. حولها يا عرورتو أولي بويلشو أيدو هلكا عن شيء دونو عرورتا يحوله وزينة الحياة الدنيا وقروح دا نروشا أدونك. مركا مالكو بدنا أبا وناك يقفكو وحوسو تشيدا إن قروح يهي بلاي كتل مامي عرورتا علمدو حيرادان وحا آيادو أي عبرتي مادابا دادكي جوالا جاهلينتي ورام عربتي هوري أي بدنا أبا أي ويلشا كل آذان شرين، لكن عرورو دان بلوغة تشيدا سيكارنا أيوة حي أي معرفتي أي وفر حجرين أما أيوة هيستين الدفاع أيوة يوحلا مذا ويلشة إلى عقود المعمين تاع أنتاسي عرور تاسي قروح ذا أدونك وحويان عرفت يورو مركو ويل البدن ولا فسق فرسك فردها أيوة وذا فوشنا أي ميل دتكو صباحان ويسكو بقشري أما سدد مركي بوغدان أي ويلشي سو أما عقبلي ويلشي سو أما لأي عرورتي سو أي سو دوي سو وحو اسبيدي تشري إنو دادكا كهور ريو إلهينا سبحانه وتعالى إنو يهين عرورتو قروح بكوتر مامي إنك سواس الآية دلفتي إلهي وليه والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هيا شيء أعماش ونكسن يا سيدة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أيا خير أيا كخير بدن ثوابا حق أجرك وخير أملا أيانا أمل أهان إيو وحري أيضا أيا مركا أه وقفك ماركتي وباقي نكون أيا آخر ديسا. هيا شيء سمدام أي تأدي إلى كتر ما بين يين قروح يوناك سيبا مركي سيدا عن شيء دونه سفي عن الله تربيه ودرية صالحة أي نقضان أدي أدي بي قروح ولافان خير أولا بين اللي مادان الدنيا آخرة، لكن ومركي أي عرور تاسي أي نقطة درية صالحة عرور أيقو وناكسن وصالحة او مركانا صلاحا سلفتي سنة والدين تو اي دور وين كليهين سيدي المو ايوها قايل هاين. وهذه النعمة العظيمة هي امانة ومسؤولية. نعمة سوين وعرورة النعمة ديلو وامان لسو امان سيد الهي حق يساء هي مسؤولية ومسؤولية اخرى لسو الدين دور. يسأل عنها الوالدان يوم القيامة: أحفظ أم ضيع؟ ومسؤولية اللي ويدون دون الله بدأ والد قيامها إن أي
مسؤولياتاس حافدين واي كسو بحين يا اني دايعين دريده قروح دودنا قروح لاس الهي ودريده يا عرورته وكنت المامينه مره ما مره ما استرنتو الا بالدين وحسن الخلق ان عرورتاس عروم دين لاي نقضان اخلاق وناكسنا يا شمو يعني حديك رئيس ساس اهين وحي نقضان نبقي عليس بين لبدي يبدأ شيء كل نقضان في الدنيا والآخرة الدنيا آخرة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن مسؤوليات يهين ليس ويدين دونه نبقي إن عليه الصلاة والسلام وحاوير كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته كل جوحاتين كوح للراعي ومسؤول لو قد جاي وكلكم مسؤول عن رعيته كل جينا ولو يدين دونا وحيل الراعي ولو قد جاي وأمانة ذاها مسؤولية دونا أي كتاج ندا أما مسؤول كلو قد جاي إمامك أما قفنا إنك مذا حضاه بقر يا مذا حويني وزير يعني شركة توجا وإن قفك مدح ذاي وميل أصبع مدحه وإن وحل الراعي أرماه بدك على الراعي وإن كمارت ودن كحكومة وري وأنا لو يدين يا رأيدي ساس يوحاس الراعي قيامة إن وأنا شيء وشدي وشدي وأنا كسرني أو حفظي أما وشي حقوق دودي يوحي لجربي يا عدالتي يا وحول المبينو لا يمت يعينو ضيعي ننكو وامد الرعي الكيسة أو حاس كيسة يا عرور تيسة وهو مسؤول عن رعيتي قيامتنا ولو يدين إياه رعي داس أسجى مسؤول كالله قدقي وهذه الرعية أمانة حذر الله عز وجل من إضاعتها والتفريط في القيام بحقها رأي داس أما مسؤولية داسنا وأمان إلهي أكدقي إلا اللوميو يا إلا وحد قدبو إن أقمت حقك قادا قال الله تعالى إلهي وحيري إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إنا لو عرضنا وحن أبن دقنا إني حنبارتان الأمانة على السماوات والأرض ملك إركا إلهي أبن دقنا أمانة أي مارتقالان إيا بورا وانا اي ديدين ان اي قادان واشفقنا منها وانا اي كبخي ان انتقادان اي كسو بحوايان وهلك اي عقابكم متان وحملها الانسان انسان كاي ادوش اوريتي اوقاتي اما حنبارسي انه اسو انسان كان وحاوهاو ذلوما مد دلمي بدن ويه جهولا او جهل بدن يوح اغال لعام بدن وصاحيب وي مركة وحنبارتو او خيامو مسؤولية داس اي عندما خان الامانة مركو امانة داس ولوميو انتو قاتو حنبارتو وانسان جاهل نبدي سواي ادو فربدن تاي دلمي سنو ادو فربدن ياي حمل الإسلام والآباء أمانة تربية أولادهم ورعايتهم إسلام كوحوكو حنباري أبياشا أمانة عرورتو دا إني برباريان إي ورعايتهم إن أي دريالان تربية دو أما بربارينتو وعدو عنقاقي برا دينتا قرآنكا سيدا في أخلاق دا وناكسن وشاكي وحيابها في عن أنفعي هذه هي التربية
rcaayada ama daryeelkuna waa adigo cunto iyo beriis iyo maaragtay biilkiisii iyo dharkiisii midda la xiriirta wey. Aada iyo aada bayn u kala gedisan yihiin labaduna, aada iyo aada bay labaduba waajib u yihiin. Laakiin waxaa aada iyo aada muhiim u ah caruurtaada inaad barbaarisid. وأمر المؤمنين أن ينقذوا أنفسهم وأهليهم من النار. إلهي نوح وفرق ذاتك مؤمنين تا نفتو ذا إلي كبت باديان إي أهل كودا أواه عرورتو ذا إي حاس كودا من النار نار. وعلى وحي إني النار قلان بريوسو تشيدي إني كأدونك أي كبت باديان. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نار وقودها الناس والحجارة. كو حق الرميييو وعد كيلا لسا نفتي نيهل كي نبا نار نار تاس او شيت كيدو او الوهوريو دادك ايا نغحيادا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ ذلك أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيتي. نبينا عليه الصلاة والسلام حديثك صحيحة وحكى سبناتي رويري إلهي ويديني مد كستو على الراعي وحي إلهي ومسؤولك وغلقي وراعي حفظ ذلك أم ضيع. وحان لو يديني هدو حفظين وأوبد بادي حد يعينو ضيع أيو مركا عالك اللفتيسو ومركا وكو عدام مدنيو. إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحي الحديث كاس إلى نينك اللي هو يديه عن أهل بيته بيت كيسة مقريسة أهل كودة وحاسي عروب تيساء. يقول ابن القيم رحمه الله فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء غاية الإساءة. ابن القيم علمت أمدها وحاويل الله محرسته qofkii barista ama tacliinta cunugiisa wiil iyo gabar midkeed noqoto ha noqdee asagu dhabarka u jeediya oo aan samaynin oo aan barininin wax caruurtaas anfaca adduunku iyo aakhiradana, oo cunugii uga taga sidii waxaan la danaynayn oo kale, aada iyo aada ayuu u xumaan falay xumaan midda u dambaysa. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائد الدين والسنن. وحال أوجيهاي عرورتو مركي أي لومان أما أي حمادان بدن آباء أباياشا أما والدين تأياب إن عودس أول بي حمادان وأيقو أن أرنتاس أن سكحر سارين oo ayagu ka tagay inay baraan faraa'ida diinta iyo madiintooda iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo wax walba anfacaya. Markaasna waxa ay lumiyeen caruurtooda iyagoo yaryar, markaasna caruurtii kuwa naftooda anfacayna ma noqdaan, kuwa naftooda anfacana ma noqdaan, aabbayaashood iyo hooyooyinkoodna ma anfacaan marka ay waaweynaadaan. Ina alcinaayata binnashi مسلك الأخيار وطريق الأبرار. عرورته اللي قد ذا لبربارين تودا يواناتين تودو وطريق دتكي واناكسنا وانا تتكي دتكي واناكسنا سيد عن بيدي إلهي وكلا أمدنا وحا لأغادي أولي لشيغي إن أمدو أي سنبت بادين عفوا أمدو إن أي سنحمانين oo aanay maaragtay aynan dhibaato iyo xumaan oo dhan aysan ku dhex faafin ilaa markii dadkeeda dhalinyarada ah ama soo kacaya in la xumeeyo ama ay xumaadaan mooyaane. Cadowgooduna ummad ama waddan cadowgiisuna kama maaragtay gacanta kuma dhigo, xumaanta uu la doonayana lama gaaro. لكن marka hore dhalinyarada wadanka iyo ummada inuu marka hore ayaga u maaragtay oo xumaantiisa gaarsiiyo oo wanaagga wanaagyadii loo baahnaa iyo fiicnaantii
ومركز سبب النقض إن أيسن أيسن أين كموقن أما أني نقضين جيل أبدت أيه دين تودا يو دد نمدودا يو وناجودا ستي عن قبر بار هديين أود مالي يو عدو نسوق له هدي كلا سوى حوي أود حوي إنه مر والبابا ودن كأس وسود دونه وكسب أيه ودن كاستنا دلني رضا أيه وبدن إن صلاح ذريتي محل اهتمام الأنبياء والمرسلين قبل وجودهم وبعد مجيئهم أرورتا ومن أبتك هو ناكسن هذا وحادي هذا أنبياء وقد ذلك الشرين يكون إلهي صدري بي أحايين حتى وحي كد ذلك الشرين إنت أن عنق أرورتا إنت سنلن إيا مركع لشان لبدما فمن دعاء زكريا عليه السلام رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وحكم الدعاء زكريا النبي زكريا عليه السلام إنه أرنشري إلهي بريتشري إلهي بريتشري أرنشري رب هب لي أنت سوي ولا رب هب لي إلهي وشي أكتر هذا واحد قصيصة ذرية وناكسن ذرية ما إنكم تشوفين ذرية طيبة أدو حتى كي دعاء أجيبه وإبراهيم الخليل عليه السلام يقول رب هب لي من الصالحين نبي إبراهيم وحورن شري سيد القرآن قصة عرورتي رب هب لي إله واحد سيسا وعنق عرور سي من الصالحين يكون من الصالحين وأسو أما أيجو نخذك ونكسن هدي عرورتو أي ونكسن هذان وحاكو قبو سيدا إنها أبياشود إيهو ينكود سيدا إله القرآن كيسا وكشاكي ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما عباد الرحمن دكي ونكسنا وحاكم ذا إلهي برير شرين ويعرن شرين كما ورد في سورة الفرقان ربي هب لنا إله وحن نسيسا ونغسيسا حاسس كيغا iyo duriyada xaqooda qurrata aayun kuwa indhuhu ay ku qabow sadaan wa kuwa wanaagsan way wajalna lilmuttaqina imama ilaahu an naga yeesha dadka wanaagsan kuwa imaam u noqda imaamnimadaas aad maaragtay aad gaari waa martaba weyn weeye oo ilaahi subxaana wa tacaala qofku uu rabo uu ku manaysto waxay ahayd tarbiyadii caruurta muslimiintu sidoo kale arrin uu nabigeenna calayhi salaatu wasalaam aad iyo aad ugu dadaali jiray una ka dhigi jiray waxyaabaha risaaladiisaas aad iyo aadka u qaybaha badnayd qayb weyn buu ka gelin jiray nabigeena calayhi salaatu wasalaam faqad qaala ibnu cami cabdullaahi ibnu cabaas radi allahu canhuma nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yiri in adeerkiis oo ibnu cabaas ahaa cabdullahi ibnu cabaas hadal asagana waxa weeye hadalka uu cabaas u jeediyeyna dhalinyarada oo dhan iyo dadka soo kacay oo dhan caruurta dhan buu u yaalaaye xadiidkii saxiixa wuxuu ku yiri nabi asaa salaam yaa gulaamu wiilow gulaam waxaa laadaa cunuga markuu dhasha laga bilaabo ilaa iyo 15 uu ka gaarayo yaa gulaamu wiilow innii ucallimuka kalimaatin waxaan ku barayaa kelimaad ixfad illaaha yaxfad إلهي حفظ إلهي وأكو حفظ إياه أي واحد معناه وأين هذا حفظ إلهي حدوده حفظ إلهي بركه وأكو حفظ إياه احفظ الله تجده تجاهك إلهي حفظ حدوده حفظ وحد كيليس إلهي هرتعد مرول بو إلهي وأكو قرقار إياه مرول بر إلهي وأكو فتشن إياه سيدا في عاني إذا سألت فاسأل الله حدد وحوي ديسان إلهي وديسو وإذا استعنت هذا كلمة البيسنة فاستعن بالله إلهي يعانو يا كلمة ويديسو إياك نعبد وإياك نستعين وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف وهذا وقتها حدي أمدرنا اسكو يمادان
way ku kulmaan inay shay kugu anfacaan hal shay kuguma anfici karaan ilaa shay ilaahay kuu qoray mooyaane. Sidoo kale hadday u kulmaan inay kugu dhibaan hal shay kuma dhibaan, hal shay kuguma dhibi karaan un ilaahay dushaada uusan ku qorin oo inuu kugu dhaco ilaahay xaggiisa aan ka qornayn. Aqlaamtii qalmaantii waxa lagu qoriyay waa la qaaday, waa laga dulqaaday looxii amase waraaqihii. Wajafat asuxuf, waxa weeyaan waraaqihii lagu qoriyayna way qalaleen. Macnaha ilaahay subxaana wa tacaala intuusan adduunyadan uusan abuurin baa wax walbaaba oo dhaci doona oo dhan baa ilaahay qoray. Qabla an yakhluqa asamaawaati waalard bikhamsiina alfa sana, konton kun oo sano asagoo ilaahay subxaana wa tacaala cilmigiisa waasaca ku ogaa wax alla waxa dhici doona iyo sida u dhici doonaan intaan adduunyada la abuurinin. walaalayaalow, alcaqiidatu warusuuku liimaani وصدق التعلق بالله والاعتماد عليه أول لبنة في بناء الأبناء وتربيتهم. وهذا قالت العقيدة عنقا وأثدف في عن العقيدة توحيدك لا إله إلا الله محمد رسول الله يشروط ديدا هي مقتضيات كذا وحي كينيسو وأدعنقا أثدف في عن قلبه سأقلسي sid fiican aad ugu sugtid inaad cunuga tawxiidkiisa si fiican u adkaysid oo ku dhegidda iyo ku tacalluqidda iyo ku xirnaanta ilaahay aad si fiican qalbigiisa u gelisid, iyo sidoo kale ilaahay inuu tala saarto oo ilaahay ku tiirsanaado mar walbaba ood si fiican qalbigiisa u gelisid, ayaa waxay tahay dhoobada ugu horeysa ama asaaska ugu horeeya ee dhisidda caruurta iyo tarbiyadooda. Xadiidkii haddana soo maray, xafidka ilaahay waa adiga oo xafida xuduudda ilaahay, inaadoo xafida oo mar walbaba aan gudbin xuduudda ilaahay oo ilaahay subxaana watacaala wuxuu kaa reebi ka reebtooma wuxuu ku farayna fartooma, kama qaala tacaala waman yatacadda xuduud allaahi fa ulaa'ika hum adh-dhaalimuun. Sidoo kalena inaad cunugaaga bartid mar walbaba baryada ilaahay inuu xaq ilaahay ula jeesto mar walbana ilaahay uu tala saarto subxaana wa tacaala. Wa kaana sal allahu alayhi wasalam xariisan calaa tarbiyati abnaai lmuslimiina calaa makaarim alakhlaaqi wa xamiid alkhilaali waalsifaat. Nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sidoo kale uu aada ugu dadaali jiray caruurta tarbiyada caruurta islaamka oo ku barbaarin jiray aadaabta wanaagsan iyo sifooyinka iyo tilmaamaha aadka iyo aadka u toolmoon. qaala cumar bnu abi salama radia allahu canhu kuntu ghulaaman fii xajri rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam wa kaanat yadii tatiishu fi safxa faqaala lii rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam yaa ghulaamu sami illaah وكل بيمينك وكل مما يليك. وحا عمر بن أبي سلمة ويري أو أها ويلاي دشاي زوجتي نبي نحاس كيسي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها أم سلمة رضي الله عنها ويلاي دشاي وأي هرو دشاي سنبي قرسن وحويري كنت غلاما وحانا عنب ير وفي حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي رعايتي سي بربارنتي سي هي هي سي سيدي ويلكي سي او كلي اما عرقي سي او كلي بو انا اي هي اين الى لنشري لانه سيدا ود مقشين قاركين مقلي نبي عليه الصلاه والسلام مركي ام سلمة وننكي دنجاي اي النبي عليه الصلاه والسلام وحا قبر وناكسن باهي وحا ويان waxaa soo doonay abu bakar waxaa soo doonay oo ay diiday waxaa soo doonay cumar oo ay diiday ay tiri si qurux badan bayna u diiday. waxay odhan jirtay anigu nin la diiday ma tihid, ha yeeshee rag aniga maanta igama hayso wax inaba maaragtay hawo ahayd. nabigeena calayhi salaatu wasalaam baa u yimid oo yiri umu salama guurkaaga ayaan dalbayaa. markaasay tiri ayada nabigeena calayhi salaam waxay tiri allow anigu maahay mid kugu aada xuquuqdaada iyo ma samayn karo,
معناه وي وي يري ستي وحي ترى أنو وح وح يعني وح أنا هاي إسلام إسكام عرتي قرابة أنا واحد مدينة كوها بورين ما حاجتري نبي عليه السلام يقول وحي ترى مركو بور ريسة عروب ما نلاه هاي بيتري مركو لبعضنا وحا أي تري إسلام وين بانا مركز الدحادنا وحانا هاي إسلام أيدو مسير بدل أدنا حاسس بعد ليلة نبي عليه السلام مركز هالكس الوجه يدي وحيري عروب تحق يدي سو ما عروب تادو عروب تيدي نبي عليه السلام وكا عروب يدي متكم دو حليا وحان كتشي لبربارنتا يا إلالنتا يا هجاجنتا نبي عليه الصلاة والسلام مركز هو يدي قرسدي مدة كلو أتري ووين أنا أرجو ووين أحب الناس السلام يري أما مدة كلو وين هذا مصير كأد وأدب يهينا إلهي بن كاب كوبر يا إلهي دب كيسة إنه كاشافي ومسلمة من أمهات المؤمنين هو ينكي مؤمنين تأيي كم إذا حد ويرى مركان وأنا عرق كتيرة بربارين تأيي كورين تنبي عليه الصلاة والسلام قعنت يدنا ماني وحلا عوني قعنت يدون هذا ميل بنك قادني ومارت حيرة بر هذا ساس قعنت ولا هذه ما كسر نبي ويري ويري ويلو مركي يعني وحوني سيد مرك وهريسة سمي الله بسم الله ده كدبنا وكل بيمينك قعنت هذانا كعن مدكتة وكل مما يليك حيرة أنا هذا ماشى هذه كحكتة كقادو هذا ميل ما هرتجع أنت هلا آدم تاسنا وحال إرادة مركي عدد لعنة يصير عن تذا وأجساد الحقوق وذا الواحد قد بن سلاس أنا ما هرت آداب ونقصه وآداب الأكل ما هرت أبو بري سو آداب آداب كسب بوصل بوقوس أحسن وبري وبري تشري عروته يوم الدوران إلهي سبحانه وتعالى مركي عروته مكي ونقصنا ذا وصفي عن الله برباريو عنقى إيو آبهد بإلهي تشندوك كل مياه إلهي قرآن كيسا وحاوهي أيها إيو قرآن كي إلهي بأن قرآن كيسا كشيغي إلهي تشند أيوك كل مياه أو أي قليان أيها إيو عرورتو دي ونوناك سريد لمدوبة إيو هو يوينكي أم بحاسسكي ونوناك سنة إيو آبي ونوناك سنة كل فتشند يوذي قليان إيو عرورتي أولا إلهي سبحانه وتعالى وحيري جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار جنات عدن جنات عدن جنو وأمد شوكتاه وأي بر وأي إلهي سبحانه أبي يسوي مارتي تاي بيجليان والدينتو إيه كوه وناك سنة هذا أو دورية دودة إيه عر إيه الحاسس كودبة إيه دورية دودبة جنة تعدن بيجليان عفوا يدخلونها بيجليان وعرورتو إيه ومن سلح من آبائهم إيه كوه وناك سنة هذا أو أبياش هذا وناك سنة وإيه لجليان عرورته الرئيسة iya ayo sidoo kale oo min aabaahim wa azwaajim ama dadku oo dhan jannatu adni bay galayad khuluna qofkii wanaagsan jannu galaya afan damirkas waman iyo ayaga dadkaas iyo dadka galay jannada bil walba han noqdeen ray dumar bee iyo wixii wanaagsanade oo aabayaashooda way galayaan marka waxaan moodaa inuu cunug la dhalay oo kala abiis ba iyo hoos ba u imaanaya sidoo kale ninkaasi وحكروا لك لي أسك حاسكي سي ونكسنا دور يدي أي دلين بقى لك لي والملائكة يدخلون عليهم ملائكة بك أسو قلي يقول مربوهم بليين من كل باب باب كستو بأبواب الجنة كمدة وكسو قلي وحي لي سلام عليكم نبت قلي دشينا بما صبرتم صبر كأضيالتين والطاعة إلهي أتكو صبرتين كريمة عروبتين أتكو صبرتين إلى ما أنت هل كان اعتمادين فنعمة أغبى الدار دار لقدام بينا مدانا أقول نعمة بدن أقول نعمة بدن أو كنا دعاء أنت كلي ما هن أو كنا دعاء يسوق تجياني حتى إلهي درجات كنا دعاء يا إلهي آد وسي كريلا فأنا من عباس رضي الله عنهما قال وحويري
إن الله لا يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقرب بهم عينه. ثم قرأ: والذين آمنوا واتبعتهم ذرية بإيمان ألحقنا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. ابن عباس وحلقة بإذنه يري إله وحوق ذرية دا مؤمنك با إلهي رفعه وقر يالا درجة دا ماله هزا درجة أي هوستي كتشين مركزا درجات كتشنة دا با قر له وصيقا دا وإنك السوى مركي هوري أي أيهو أي كهوسيين أبياشود حاجة درجة جندا بإلهي أوجي يا ماشى سرى وأبي يهود أي جوجي سين دهود أي وقب وسدان. ثم قرأ وحو أخري: والذين آمنوا كوي إلهي رميي أو اتبعتهم ذرية وعمل في عنسو بيي أو كبعد أي ذرية دودي أي راعي حاجة وراجة كرة عدي أي كرة عدي إيمان كرة عدي ألحقنا بهم ذريتهم وحن هلشينا وأوجينا درجة ده أي جوان السر ذرية دودي. إلهي سبحانه بيقول إلهي سبحانه وتعالى وحو كسفيي دتك كحد قد مسؤوليات كودا أمس دنا أمارة النفط كودا يأهل كودا با إلهي سفيي وحو من القرآن كإلهي كوير: قل إن الخاسرين الذين خسروا قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وقد قلت رأى إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم كوا مارت خاسرين تا أي خساري الذين كوا يخسروا أنفسهم نفتو ذا خساري وعذاب تقي قيامة يا وأهليهم أهل الذين حتى عذاب تقي يوم القيامة أرورتو دي ألا هو ذلك كاسي هو الخسران المبين وحاويان وخسارة عد والخسارة كدب بيني تاسي ودقنين حوق له يا قد وين ولو قد يقفك إنو استدقى بتو انت أدونك انتو جوغو واسقر وناك سنة عرورتي سنة وناكيو ولو قد سيوسن وخسارين قفكو نفتي سيئل كي سيئو عرورتي سوى مالن تقيامة أو خسارة داس أو كل بود إن يكون هلاك سنان جهنم أما النار تا وإن نقضان كل عذابه أجر الله وإياكم من النار إلى أن إلى علي ولا ريال دفر بدن أبيال بدن يهويين بدن أي وحي اللوميين أنا أذ وحن مسؤولية دي عروب تودا بربارين تودي أي اللوميين أيقون مدى أسمارتي أي كتشي دتي الدنيا اللي عايرين أيو ومركا وقت يودي أو لنبا بابي إسي حوق يودي أو لنا أي سيين وحضر كيسا آبي أساقو أولا حيا شقا ديسا إيو أساق التجارة ديسا إيو أساق واحد أو كسبان أيو إيو ساحيبا ديسا ومرو بالله ومارتي ولا حرير أيو يساق كلمة ديسا يشرر كيسا شدو كله أيو وحضر كيسا أيضو هاد بقى ده جيدة إذا كم مشغول سن يعني هاد بقى نركي إذا ما أرتسي أو دورن لهين يهاد بقى ساعدة أي شغالي ليسو يهاد بقى الحير كساحي بدهد يهاد بقى تليفون ندهد هل كاس نوحا إيمان إيسا وها هل كا كوهلا كل ما تون إيا وهل كا أيقو مركا النقون إيا كوي هل كا خسارة هل كا كتما ده وها لبكود وكل عيا عرورتي أو قبل يويل الباله كو أسأواي كيدين تي آبانيمو وعروبتي سنين عفيعان وجهين أي أما مارتي بربارين أي وهذا بوحا وناكسل وفر أي شدوك لو حيواي أي مارتي إلا علمتي في عنا دي هو يدا إيا هاد بمارتي حابت سار كيدي إيا هاد بمرين تيدي. قال الشوق وحيري نيكي الشوق يولنشري وحيري: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا إن اليتيم إنما اليتيم من تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. شاعر كاسوين عانا وحيري ليس قفك أقونك معها من لبدي لشيء لنتين ومرك أدونك أيوك التقين هيش أقونك لبتاي وعنق له أما تخلت هوية أيدو مرة ببدنيه دكيري راعانيسا وبدنا بتربيديسي عن آدي آد
aan ugu maalatay ugu hagoogan ama saaba iska mashquula kaas way agoonka runtahay badanaa aabba isagu day caruurtiisa ayagoo yaryar caruurtana waxaa loo baahan yahay markay yaryar yihiin inaad mar walbaba aad maaragtay intay yaryar yihiin baa maaragtay barbaarintu ay waxtar noqotaa badanaa aabba isagu dayay caruurtiisa ayagoo yaryar oo marnaba aan isagu aan maaragtay ku dadaalin sidii u toosin lahaa ama uu maaragtay u barbaarin lahaa markii ay waaweynaadeen bu wuxuu is yidhi caruurtaadii waa fiicnaan doon waa fiican yihiin abaas wuxuu maaragtay fishay inay fiicnaadaan oo ay hagaagaan markaas wuxuu helayaa iyagii oo aan wanaagsanaanin iyagii oo baadiyoobay iyaga oo wax walba oo maaragtay aan maaragtay wanaaga aan lahayn iyaga oo aan maaragtay aysan jirin tacliin fiican ay maaragtay ay ku najaxeen iyo shaqo fiican oo maaragtay sidii loo shaqan jiro fiicnaa oo ay ku aflaxeen mas-uuliyaad iyo maaragtay wanaagsan iyo waxqabad ay maaragtay dad wax ku tareen iyo naftooda buu arkayaa caruurtoo sidaasa waaweynaaday haddii laakiin si fiican xaaladda u fiiriyo asaga ayaa la yidhaahdaa asaga ayaa lumiyey markii uu barbaarintooda uu ka tegay ayagoo yaryar ina alqusuuna shaacirkii gabyaagi wuxuu yidhi ina alqusuuna idaa qawamtaha tadarat walaa yaliinu idaa qawamtahu alkhashabu qad yanfacu aladabu alaxdaaha fii sigarin walaysa yanfacu cinda shaybati aladabu laamuhu markay yaryar yihiin ay qoyan yihiin baad markii bay badanaaba ayay toosaan markaa isku toosisid oo middii hoos u laalaadsatay midda kale aad dul saartid laamuhu markay jilicsan yihiin qoyan yihiin bay toosaan ha yeeshee qorgu markuu weynaado adkaada marna ma tooso aadaabta baristeeda caruurtu markay yaryar yihiin ayay u badan tahay in ay anfacdo ha yeeshee qofku markuu weynaado wax inaba waxbaris iyo tarbiyo iyo aadaab waxba badanaaba isagoo yar haddii uu waayay middaa isagoo weyn waxba kama tarto haddaba aabba kasta iyo hooyo kastaba iyo macalin kastaba waxaan usoo jeedinayaa dhowr arrimood oo aan filayo aan kusoo gunaarado aniga maaragtay kelmadayda oo aan rajaynayo inay anfici doonto marka ugu horreysa waxaad ogaataan asal waxa u ah tarbiyada iyo barbaarinta caruurta inaad cunugaaga cibaadada ilaahay iyo caqiidada aad qalbigiisa si fiican u gelisid oo aad si fiican ugu beertid mar walbana aad maaragtay waraabisid si adoo beer sameeyo kamagaad beertid haddana aad waraabisid waxaa laga wadaa mar walbana aad mar walbaba aadan kasii jeensan mar walbaba aad kontaroshin oo mar walbaba aad la socotin arrintaasina way sahlan tahay sababtoo ah nicmooyinka ilaahay waxaa ka mid ah cunugu wuxuu dhashaa sii nebiga cala slam loo sheegay isaga oo islaam ah muslim isagoo cala islaam ayuu ku dhashaa kullu mawluudun yuuladu cala alfitra baynu ilaahay yidhi fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaani cunug kastaaba fitrada iyo islaamka ayuu ku dhashaa waana fiicanya wax walboo wanaagsanna waa qaadanaya laakiin labadii dhasheeba xerada baa maaragtay ayaa lumiya ama xataa gaal ka dhiga noocyada gaalnimada ama yacni aadaabtiisa xumaataasaa ka mas-uul aabo haddaba maadaama uu islaamnimada iyo fitrada uu ku dhashay cunugu uma baahnaa ilaa inaad iyir aad ilaaliso oo mid walba aad keer yar aad siiso oo markaas aad maaragtay aad wanaagga aad markaa hadba aad maaragtay aad u qadimtid oo malbaba aad ku ogaatid mooyaane wax kale uma baahna taasina waxa ay samaynaysaa inuusan cunugii uusan waddada ka bayrin oo uusan baadiyoobin arrinta labaad aabbaha iyo hooyadu ha ogaadeen markay caruurtooda korinayaan inay cibaado ilaahay ay ku jiraan cibaadana waa wax laga abaalsiiyo oo wax laga ajarsiiyo weeye cibaado ilaahay bay ku sugan yihiin markay caruurtooda barbaarinayaan markii ay biilayaan markii ay usoo jeedaan iyo markii ay ayaga maaragtay noloshooda raacayaan iyo ayaga waxbarashadooda niyadda unbaad waxaad gelinaysaa ilaahayow mas-uuliyaddii aad igu xambaartay oo aad waadka iigu dhigtay baan gudanayaa niyadda saasaad u gelinaysaa waxaad ogaataa sidoo kale waalayaal mar walbaba ilaahay inaad niyaddaas aad khaalis uga dhigtaan inay muhiim tahay arrimaha barbaarinta oo dar ilaahay inaad u suubinaysid iyo ilaahay mas-uuliyaddii uu ku faray inaad kasoo dhalaalaysid baad niyaysanaysaa markaas sida hadda aan sheegay cibaada isku bedelaysaa arrintaasina waxay door weyn ka qaadanaysaa
inuu cunugaagi uu wanaagsanaado adiguna ajar wanaagsanaad ilaahay xaggiisa ka heshid, cunugaagina uu wanaagsanaado tarbiyadiisuna ay meelmar noqoto. Arrinta kale oo shanaad, waxaad mar walbaba lagama maarmaana aabba iyo hooyo walbaaba ku dayasho wanaagsan inay u noqdaan caruurtooda, oo iyagu ay fiicnaadaan oo wanaag ay ayagu markii hore ay ku sifoobaan. Sideebaad mar ugu dadaali kartaa caruurta cunugaagu ama wiilkaagi gabadhaaduba inay salaada tukadaan adigoo adigu dayacaya aan tukanayn? Waxaa la ogaaday caruurta aan salaadaha tukan inay kasoo baxeen guryo aan salaada laga ogin. Waxaa la ogaaday caruuraha iyagoo yaryar sigaarka bilaabaa inay kasoo baxeen guryo sigaarka lagu cabo. Haddaba sidoo kale waxaad ogaataa adigu inaad marba caruurtaada u noqoto ku dayasho wanaagsan, ogowna markaad adigu wanaagsanaatid ilaahay baa wanaagaaga ku xafidaya in markay nool yihiin iyo marka aad dhimatid labadaba. Wa kaana abuuhumaa saalixa faaraada rabbuka an yabluga ashuddahuma wayastakhrija kanzahuma raxmatan min rabbik, sida ilaahay uu ku yidhi fi suurati lkaaf xataa bacda mamaati. Ugu dambeyntii, nicmadan oo ah nicmada caruuraha ilaahay uu caruur ku siiyey, oo ilaahay adiga uu ku siiyey aabba iyo hooyo kasto, oo kuwa badan oo hooyooyin badan iyo aabba badan ay la-ay yihiin aan ilaahay uusan nicmadaas siin, waxaad ogaataa taasi inay kugu xambaarayso mas-uuliyad weyn. Waxaad kaloo ogaataa maaha adduunyada keliya ee waladka saalixa wiil iyo gabarba in uu yahay waxa ugu wanaagsan oo markaad dhimato adduunka aad uga tagto, taas inaad ogaatid weeye. Yaquulu nabiyu sala allahu alayhi wasalama idaa maata ibnu aadama, taas wanaag maxay tahay macnaheedu? Waa adigii oo weli adduunka jooga oo cibaado falanaya oo ilaahay caabudaya oo kale, ajar baa kuu socda sidaadoo nool. Ajarka markii adigu aad adduunka ku nooshahay unbaad heli kartaa, hadda martaadi timaado khalaas xaree fadhaal waa kala dhaceen, mar dambe cibaado dambe waad ajar ka helaysid ma jiro. Laakiin cunug fiican haddaa adduunka uga tagtay weli way sii soconaysaa sida adigoo nool oo kale. Nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugnaatay inuu yidhi idaa maata ibnu aadama inqataca camaluhu ila min thalaath, aad bini aadamku markuu dhinto waa caalkiisii waaka laga ajarsiinayay waa u go'aa saddex mooyaane: sadaqatin jaariya aw cilmin yuntafacu bihi aw waladin saalixi yadcuu lah. Saddexdaas oo ah sadaqa jaariya oo marba aan go'ayn oo isagu adduunka uga tegay, masjid iyo ceel biyeley iyo intay socdaan meel dadku maratay agoontu meel u dhisay intay meeshaasi jirto inuu ajar baa u socda. Sidoo kale cilmi buu dadka baray iyo qur'aan lagu anfacayo dadkii ay ku intifaacayaan, intay dadkaasi cilmiga iyo qur'aankaasi ay ku intifaacayaan adduun iyo aakhiradeedu asina ajar baa u socda. Arrinta saddexaad oo aan ku tilmaanay waxa ugu wanaagsan adduunka aad uga tagtid inuu yahay walad saalixa oo waladin saalixi yadcuu lahu, ama cunug wanaagsan uu adduunka uga tegay oo mar walbaba usoo duceeya. Xataa culimmadu waxay tidhaahdaa ducada keliya maaha uu leeyahay ilaahu aabbay hooyada u naxariiso, ee markii adigu aad salaada bartay oo aad diinta bartay, markasta uu tukado ajarkii salaadiisa oo kale baad leedahay, isaguna ajarkiisii buu leeyahay. Intaasaan ku hakinayaa razaqana allahu waiyaakum adduriya asaalixa waaqara acyunana bisalaaxihim wafalaaxihim wajamacna waiyaahum waalidiina fii jannaati naciim wasal allah wasalam calaa muxamedi waalih waakhiru dacwaana an ilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin.